Bon, déjà, je voudrais me réjouir de ce que je sois en Égypte. Je crois انتهز الفرصة بتواجده هنا في مصر، البلد اللي يحبها جدا وبيعتبر إن هي بلده الثاني من أول مرة يجي هنا، جه في سنة 2001 لحد دلوقتي وهو بيجي. اتكلم عن فريقه طبعا وعن الفرق المنافسة وبيقول إن دي ثالث منافسة أفريقية لفريقه. بريزون كو باس ان كومبيتيسيون دو سيت انفيغو بيرميت توجور. طبعا الكاميرون كمنتخب القومي الكاميرون هو الثالث أفريقيا، وبالنسبة للفرق الموجودة عندهم لعيبة بتلعب في الفريق القومي، ولكن في فرق لعيبه معظم اللاعبين لعيبه ناشئين لسه يعني عمرهم صغير لاول مره متواجدين في بطولات افريقيه، فبيكتسبوا الخبره. هو شايف ان دي فرصه ممتازه ليهم ان يخشوا في منافسه قويه ضمن وسط فرق افريقيا، يستفادوا الخبره، يعيشوا ويتاقلموا على اجواء البطولات، ودي طبعا يعني استفاده كبيره جدا للاعبين.